بفقرة التنسيقات لليوم اختاريت لكم تنسيقات للجمسوت بقصات وألوان مختلفة. مثل ما نعرف الجمسوت من القطع الحلوة اللي تكون بخزانتنا لأنه سهلة التنسيق، وأي شخص يكون محتار بمناسبة يجي في باله الجمسوت لأنه مثل ما قلت قطعة سهلة التنسيق. لذلك اليوم اختاريت ثلاث تنسيقات مختلفة أتمنى تعجبكم. أول تنسيق لليوم اختاريته يكون كاجوال شيك، مثل ما تشوفون اختاريت جمبسوت بلون البنفسجي، مثل ما تشوفون قصة نص ردن بقصة مستقيمة وطويلة البنطرون، لصقت معاه حذاء بلون الوردي والفوشيا وبمثل أحجار أيضا بلون الفوشيا. تشوفون الجمبسوت قطعة كلش بسيطة لونها حلو وما به أي حركة، لذلك حبيت أختار هذا الحذاء حتى ينطي حركة حلوة. ودائما خلوا في بالكم اختياركم هيج نوع من الأحذية أي شيء راح تلبسوه راح يغير من اللبسة لأنه لونه كلش حلو وينطي فدلك من تفوتون للمكان الناس رأسا راح ينجذب النظر إليها. أما الجمسوت الثاني فاختاريته يكون جمسوت شيك وأنيق، اختاريت جمسوت بلون الأبيض بقصة مختلفة تماماً، قصة البنطلون تكون ضيقة على الجسم وثلاثة أرباع، وأيضاً اختاريت الردن تكون ثلاثة أرباع، ومثل ما تشوفون الجمسوت بلون الأبيض مع إضافات بلون الذهبي الدقمة الموجودة على القميص من فوق، وأيضاً الحزام تشوفون بالبوك أيضاً ذهبي، لصقت معهم حذاء ذهبي ناصي مسدود من الأمام ومفتوح من الخلف، هيك نوع من الجمسوتات تقدرون تختاروها كجمسوت أنيق إذا كنتم معزومين مناسبة بسيطة حيكون حلو، وأيضا أي تغيير بالشعر والأكسسوريز راح تنطي نوع من الأناقة. أما الإطلالة الأخيرة فهي إطلالة كاجوال، اختاريت جمسوت بالجينز، أيضاً الجمسوت قصة البنطرون تكون مستقيمة، الإردان تكون طويلة، مثل ما تشوفون اختاريتها ريبد جينز كلش دارج هذا الموسم، مثل ما تشوفون نسقت معهم حذاء أبيض ناصي بالعين بها النخلة، حلو هيجي ستايل، وأيضاً نسقت معهم شفقة مثل ما تشوفون أيضاً مرسوم عليها العين. هيجي ستايل كلش كاجوال كلش شبابي كلش حلو انه تكون تنسيقتكم ليوم كامل. اتمنى عجبتكم هذه التنسيقات واكيد انتظروني بتنسيقات جديدة برنامج كهرمانة.